هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر من البرنامج اليومي الركن الرابع الذي نقيمه عبر فضاء الإخبارية بالتعاون المبارك مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مشاهدينا الكرام، لازلنا وإياكم طيلة أيام هذا الشهر الكريم نتأمل بهذه الآية العظيمة ونغرف من هداياتها ودلالاتها الكبيرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان مدرسة التقوى هو عنوان حديثنا في هذه الحلقة. نتحول بكم إلى رحاب الطاهرة في مكة المكرمة، نتابع من هناك مقطعا من خطبة الجمعة التي تحدثت عن هذا الجانب المهم والمضيء في حياة المسلم، وهو يؤدي هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. نعود بعدها إن شاء الله للاستهلال وبداية حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة. فاتقوا الله عباد الله، وزكوا أعمالكم وأقوالكم في شهر القرآن بالتقوى والإخلاص، وبادروا بالتوبة قبل أن يؤخذ بالنواص ولا تحين مناص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكن مخبتاً لله بالتقوى التي هي الزاد للأخرى، ودع كل من ألوى فحسبك، وانزل حيثما نزل الهدى، وكن حيثما كان التورع والتقوى. معاشر المسلمين، ها قد أضلنا شهر المرابح بظلاله ونواله وجماله وجلاله، شهر عاطر فضله ظاهر بالخيرات زاخر، انبلجت بيمنه الصباح وتأرجت الأمصار بعبقه الفواح، شهر أشرقت في أفق الزمان العاتم كواكبه، وعادت والعود أحمد بسلامة الإياب أمجاده ومراكبه، لينضح أرواحنا اللهفاء بالروح والريحان، والازدلاف إلى المولى الديان. الله أكبر. شهر رمضان نفحة ربانية تفعم حياة المسلمين بالذكر والقربات، وفيه تلهج الألسن بعاطر التلاوات، وتبهج الأنفس بهدي الصيام ونور القيام، وفد ليوقظ رواقد الخير في القلوب، ويعطل روافد الحوب ومساقي الذنوب، وفد ليرهف أحاسيس البر في الشعور ومعاني الإحسان وبسط الحبور، فتبرأ النفوس الشاردة الكزة من أثقال الحياة، وتخفف من أوهاق المادة المعناة، فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه. هذا نسيم القبول هب، وهذا سيل الخير صب، وهذا الشيطان قد غل وتب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. جاء الصيام فجاء الخير أجمعه، ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح، فالنفس تدأب في قول وفي عمل، صوم النهار وبالليل التراويح. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و
وبينات من الهدى والفرقان. رمضان الذي أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. صوم النهار وليل التراويح كما ختم بذلك مشاهدين الكرام إمام وخطيب المسجد الحرام والرئيس العام كذلك لشؤون الحرمين معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس هذا المقطع المبارك من خطبة الجمعة والتي ألقيت على جموع المسلمين في أطهر بقعة على وجه البسيطة، وقد تلبسوا ما شاء الله تبارك الله بالركن الرابع من أركان الإسلام وهو فريضة الصوم وكذلك أداء العمرة في هذا الموسم الشريف المبارك الذي تضاعف فيه الأجور من الله عز وجل. في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدينا الكرام الذي عنوننا له رمضان مدرسة التقوى، نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عليبي الغامدي وهو مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. حياكم الله، أهلا وسهلا وسعيدين برؤيتكم وباللقاء بكم حفظك الله. شيخ الكريم، رمضان مدرسة التقوى، حقيقة لا نستطيع أن نبدأ ونستهل هذا اللقاء دون تأمل هذه الآية الكريمة العظيمة التي جاءت بكتاب الله العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحقيقة أن هذا هو المقصد من الصيام كما في هذه الآية. وقبل أن أدخل لعلي أقدم بمقدمة بسيطة، هناك ثلاثة أمور أو ثلاثة مقاصد ينبغي أن يتنبه لها، وهي تتعلق بماضي كل إنسان، بماضيه وماضيك وبحاضرنا وبمستقبلنا. وجميع هذه الأمور الثلاثة إذا جمعناها فهي في المحصلة تؤدي إلى ما سنتحدث عنه، إلى تحصيل التقوى لله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالمستقبل فإن رمضان يأتي ونأتي معه بظهور قد حملت بالآثام والخطايا، ويأتي الإنسان إذا أتى هذا الموسم قد حمل في العام الماضي بالخطايا والذنوب، وكلنا ذلك الرجل، فيأتي بهذه الأثقال يريد أن يضعها عنه. هذا في مستقبل المسلم أو مستقبل كل من يتحرى هذا الشهر العظيم. ثم كما يقال لا بد من التخلية ثم التحلية، نخلي هذا القلب، نخليه من هذه الذنوب والآثام التي كانت علينا في العام الماضي، نريد أن نضع هذه الأوزار ونحقق التقوى. هذا ما يتعلق بالماضي. وفي المستقبل في يومك الذي أنت فيه في رمضان، ثم ننظر ماذا يتحقق بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول كما ذكرت، كما هو عنوان الحلقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا لم يتحقق هذا الشرط فما الفائدة من الصيام؟ لا بد أن يحقق الإنسان غاية الصيام الذي شرع من أجله، وهي أن يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. وعندما نتحدث عن التقوى لا بد أن نعرف التقوى أولا. ما هي التقوى؟ نسمع يردد على خطب المنابر كل يوم جمعة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله، عباد الله اتقوا الله، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، ومن يتق الله. تردد هذه الآيات التي تتحدث عن التقوى، وقد لا يشعر الإنسان ما هي التقوى التي يتحدث عنها القرآن وتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية لا تكون إلا بأمرين: باتباع أوامر الله، وباجتنام ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حققت معنى التقوى، وهي أن تضع بينك وبين عذاب الله وقاية من فعل المأمورات واجتناب المنهيات، يتحقق بذلك شرط التقوى. لذلك لما سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن تعريف التقوى، وقد عرفها كثير من السلف، لكن من ضمن هذه التعريفات تعريف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل
والاستعداد ليوم الرحيل. فإذا تأملت تعريف التقوى بهذا المعنى وبالمعنى الآخر أن تضع بينك وبين عذاب الله وقاية من اجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وباتباع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يتحقق باجتناب ما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم واتباع ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه. فنعود إلى المقدمة التي هي المقاصد الثلاثة. أتينا بذنوب قبل رمضان ونريد أن توضع عنا في رمضان، وهذا لا يكون إلا بأولا بأن نصوم رمضان إيمانا واحتسابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أنه فريضة من الله، إيمانا أنه فريضة من الله سبحانه وتعالى، واحتسابا للأجر، أنني إذا صمت إيمانا واحتسابا، إذا صمت لله سبحانه وتعالى وامتثلت أمر الله وأمر نبيه، فإنها ستمحى عني هذه الذنوب الله التي أتيت مثقل بها من العام الماضي. فإذا صمت رمضان إيمانا واحتسابا غفر للإنسان ما تقدم من ذنب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. إذا انتهينا من المقدمة الأولى وهو ما أتينا به من الماضي ومن أثقال ومن ذنوب ومن آثام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يغفرها لنا ولكل من يشاهدنا ويسمعنا. شيخنا الكريم، الحقيقة نلاحظ كثير من المسلمين ما شاء الله تبارك الله ما أن ينتهي شهر رمضان المبارك إلا وتجده حتى في يوم العيد ملازما لمصحفه يتلو منه، تجد كذلك الصدقات، يحرص على قيام الليل. هل نقول أن هذا ما شاء الله استفاد من مدرسة رمضان فيما يتعلق بتعزيز جوانب التقوى في داخله؟ نعم، وسأتيك إلى المقصد الثاني وهو جميل. أثناء رمضان. إذن هذا تقريض له. نعم، هذا المقدمة طيبة. فنأتي إلى أن الآن انتهينا من المقدمة الأولى أو المقصد الأول، ثم نأتي إلى المقصد الثاني وهو في وقت رمضان، أن الإنسان هذه مدرسة، كما سمعنا من خطبة فضيلة الشيخ أن رمضان مدرسة لتقوى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعود نفسه أنه الآن منع نفسه من الشهوات، منع نفسه مما تشتهي امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الآن يدرب النفس ويروض النفس ويعود النفس على الالتزام بأمر الله وعلى اجتناب ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. في رمضان هذه المدرسة وهذه الدورة، كما إن صح التعبير، التدريبية على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. يأتي بعد رمضان وقد خل الذنوب ووقر في نفسه الإيمان، فيستمر على تقوى الله سبحانه وتعالى. فتجد من يستمر ويوفق الله سبحانه وتعالى بعد رمضان أن يستمر، هو استفاد من مدرسة رمضان في الحقيقة، وهو حقق التقوى. وسنأتي إن شاء الله أثناء الحديث عن بعض الأمور التي يحصل بها تحقيق التقوى في القلب وفي الأفعال. شيخنا الكريم، لا تعتقد أن التأمل كذلك بفريضة الصوم وبالهدف أو الحكمة من هذا التشريع الإلهي العظيم فيما يتعلق بالركن الرابع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أنه دافع كبير جدا للاستفادة من هذا الموسم الإيماني العظيم؟ أخي، لا شك أن عبادة التدبر والتفكر هي من العبادات العظيمة التي حث الله عليها سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولذلك إذا تفكرنا وتدبرنا سواء في شريعة الصيام أو في شرائع الإسلام، في الصلاة، في الصدقة، في الحج، في كل ما فرض علينا، لابد أن نتدبر. ولذلك سنأتي الآن إلى الحديث أو سيأتينا نتطرق في هذا الحوار إلى مسألة أن التدبر في كلام الله وفي القرآن الذي هو أنزل أصلا في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، التدبر في القرآن يورث التقوى في الحقيقة. لذلك أنا أرى بعض الناس أنه يحرص في رمضان على ختم القرآن ويقول: ختمت مرتين، ثلاث، أربع، وهذا ليس مقصد أن تختم عدد المرات بقدر ما تتدبر ما تقرأ. لو تدبرت جزء، سورة، آية، لكفت عن خمس ست ختمات ما تدبرت فيها كلام الله سبحانه وتعالى، ولا تأملت في آيات الله، ولا عرفت المقصد من هذا الكلام، الذي لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى ويوجه إليك فيه أمر أو نهي أو يقص عليك قصص السابقين من الأمم
في من هلك ومن نجا. فالقرآن إذا قرأ الإنسان القرآن خاصة في رمضان، لأن رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذه من ميزة لشهر رمضان وتكريم الله سبحانه وتعالى أنزل فيه هذا القرآن العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لذلك التدبر في القرآن هو في الحقيقة من نتائجه ومن ثمراته تقوى الله سبحانه وتعالى. لأنك عندما تتأمل في الآيات، عندما تتأمل في الآيات التي تنهى عن الغيبة مثلا في رمضان، ولا يغتب بعضكم بعضا، بعض الناس يمر عليها سريع يبغى ينتظر يخلص السورة أو يخلص الجزء علشان يختم ويخلص، لكنه مجرد أنه يغلق المصحف يمكن اللي جنبه يقعد يتكلم في فلان وفي فلان، وما استفاد من قراءته لهذه الآية، ولم يتدبرها، ولم يعلم أنه مأمور بهذا الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى يخاطبه أنه يجتنب هذه الغيبة. وقد تكون حجة عليه، وقد تكون حجة عليه أنه يقرأ هذه الآية ولم يعمل بها. ولذلك من ما يورث التقوى في النفس هو تدبر القرآن في شهر القرآن، في شهر رمضان. ولا يحرص الإنسان على أنه يقول والله ختمت 20 مرة ولا 10 مرات ولا 5 مرات، بالعكس يحرص على أنه يتدبر القرآن ويتدبر الآية التي يقرأها ويعلم معناها. بعض السلف كان يقوم الليل بآية واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قام الليل بآية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك، ويرددها صلوات الله وسلامه عليه إلى الفجر. وبعض السلف قام بآية واحدة يتدبر فيها من في قيام الليل إلى طلوع الفجر، ويتدبر في هذه الآية. ولذلك نحن نفتقد خاصة في هذه الأيام، وأنا أوصي نفسي وإخواني والمشاهدين الكرام أن يتدبروا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ لابد من تدبر القرآن يا أخي. ارجع الآية التي تقرأها في القرآن ولا تعرف معناها، ارجع إلى التفسير، ماذا قال السلف، ما هو تفسير هذه الآية. لا تتعدى الآية وأنت لا تدري ما المقصود منها وما معناها. ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال لا تهذوا القرآن كهذ الشعر، بعض الناس يقرأ القرآن ما شاء الله ماسك خط سريع يبي يخلص، بس يخلص السورة، يخلص الآية، ختمت، خلصت اليوم سورة البقرة، ولو تسأله ماذا استفدت من، أو ما هي العبر، أو ماذا استفدت من سورة البقرة، أو من الآية الفلانية، أو ما معنى الآية الفلانية، أو ما هو الحكم الشرعي في الآية الفلانية، أو ما هو الحكم الفقهي في الآية الفلانية، لما استفاد شيء. لكن يا شيخ هم يدفعهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف لام حرف وميم حرف، يعني الحسنات. نعم. قضية الحسنات في القراءة لا شك أن أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قراءة القرآن تعبد لله سبحانه وتعالى، وأنه يؤجر كل من يقرأ القرآن على كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا مطلوب، لكنه لا بد أن يقرن بالتدبر، أن تعلم وتعي ما تقرأ. أنت لا تقرأ شعر، لا تقرأ مجلة، أنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، تقرأ أحكام، تقرأ قصص الأولين فيها عبر، فيها تقرأ أحكام فقهية. ولذلك لابد من التدبر، ولابد أن نتواصى دائما بأن لا نهذ القرآن كهذ الشعر، أو لا نحرص على كثرة القراءة بقدر ما نحرص على التدبر والسؤال في عن ما لا نعلم في كتاب الله. نعم. سبحانه وتعالى. والآيات عظيمة جدا، البعض يمر عليها مرور الكرام، يعني آيات عظيمة جدا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. هناك آيات يا أخي العزيز في القرآن كانت تمر بالسلف رحمهم الله فلا يستطيعون أن يقرؤونها من البكاء، ولا يستطيعون أن يكملون هذه الآية، ونحن نمر عليها لا ندري ما معناها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وغيرها من الآيات، غيرها من القصص والعبر التي إذا قرأت عن الأمم الغابرة وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم، أمور تقشعر منها الجلود. لذلك لابد من أثناء قراءة القرآن أن يتدبر المسلم لما يقرأ حتى يورثها التقوى التي هي المقصد من الصيام. نعم شيخ الكريم، يعني بعض المسلمين حقيقة لربما نطيل قليلا في هذا المحور، قد يحرف العبادة عن هدفها العظيم جدا وعن غايتها ورسالتها التي جاءت من الله عز وجل. شاهد الآن في شهر رمضان المبارك، البعض يعتقد أن الأمر فقط أن تحبس يعني نفسك عن الطعام والشراب والوقاء، لا يدرك أن هناك أمور عظيمة جدا، من بينها تهذيب النفس، جعلها تعيش في تؤدة وهدوء، تعطف على الفقراء والمساكين، هذه أشياء كانت حلال عليك الآن حرمت، ما سواها أيضا
يساويها في الحرمة، قضية التي كانت محرمة على مدار العام. أيضا في الحج تجد هناك سباق كبير جدا، نحن الآن انتهينا من الرمي سنتوجه مباشرة للطواف، يتناسون يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة. يعني هذه المعاني شيخنا والله أنها تغيب عنا كثيرا في عباداتنا، هل من توجيه على ضوء هذا العنوان المبارك رمضان مدرسة التقوى؟ نعم. أخي العزيز، مثل ما تفضلت أثرت الشجون في الحقيقة حول العبادات والتأمل في العبادات، وأن تؤدى كما شرعت ومن أجل ما شرعت له. الصيام عندما شرع بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يدع الزور وقول الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا الصيام ليعذبنا بترك الطعام والشراب، إنما فرض علينا ليورث في أنفسنا التقوى، ليدرب المسلم على أنه هناك أمور لا بد أن يقف عندها. ولذلك تجد قبل رمضان بيوم الإنسان يأكل ويشرب ويستمتع، ثم مجرد أن يأتي رمضان اليوم الآخر في نفس التوقيت لا يستطيع أن يشرب الماء أو لا يأكل لقمة الطعام، ولا يمنع من هذا إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصد، لماذا امتنعت عن الطعام والشراب؟ هل لأنها عادة الناس امتنعوا عن الطعام والشراب ما عاد يأكلون، نقول نصير مثل الناس ما نأكل ولا نشرب، أو لأن الله أمرك لا تأكل ولا تشرب فأنت ممتثل لأمر الله ووقفت عند حدود الله وامتثلت لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وعودت نفسك أن هذه أمور لابد أن تقف عندها، أن الله إذا حرم عليك شيء لابد أن تقف عنده. الله حرم عليك في رمضان الطعام والشراب والجماع وغيرها من الشهوات والملذات فأنت توقفت الآن، لابد أن تدرب نفسك أنك بعد رمضان تقف عند حدود الله. هذه تعطيك درس الآن في رمضان، أنت وقفت الآن عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، بعد رمضان سيأتيك شهوات، سيأتيك مغريات، سيأتي ذنوب، فتكون قد خرجت من مدرسة التقوى وخرجت من مدرسة رمضان بأنك تقف عند حدود الله وتجتنب ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا هو المقصد من الصيام أخي الكريم. ومثل ما تفضلت في عبادة الحج، في عبادة الصدقة، في غيرها من العبادات، حتى في صلاة التراويح الآن تجد الناس يقولون فلان ما شاء الله ما يأخذ ربع ساعة في صلاة التراويح ويأتون إليه، والمقصد أني صليت التراويح وخلاص. الله المستعان. لا يا أخي، التراويح شرعت لأجل أن تتلو القرآن، أن تدبر ما يقرأ من القرآن، أن تقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن ترجو الرحمة من الله، أنت في موسم خير، في موسم رحمة، في موسم لله فيه نفحات ولله عتقاء في رمضان في كل ليلة، فأنت تتحرى هذه النفحات، تتحرها في صلاة التراويح، تتحرها عند الإفطار، تتحرها في السحر. فإذا ذهبت إلى صلاة التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أنت سيكتب لك قيام ليلة بهذه الصلاة. فليس المقصد أنك تؤدي كأنه شيء ثقل على نفسك تؤديه وتنتهي، تلذذ بقراءة القرآن، تلذذ بالعبادة، تلذذ وأنت تسجد لله سبحانه وتعالى، وأنت تستمع إلى الإمام في صلاة التراويح ماذا يقول الإمام، تدبر في كلام الله وهو يقرأ القرآن. إذا ركعت وأنت تسبح الله سبحان ربي العظيم، تسبح تذكر أن الله هو العظيم. إذا سجدت تتدبر أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى، وأن الله سبحانه وتعالى بيده مفاتيح السماوات، تورث عندك التوحيد في نفسك، تورث عندك الخشية في نفسك. الصلاة أنت أقرب ما تكون إلى الله في الصلاة، أنت تناجي الله سبحانه وتعالى. كان الإمام أحمد رحمه الله مما يروى عنه وغيره من السلف أنه إذا توضأ ثم خرج، ورويت عن علي بن أبي طالب أنه كان يتغير وجهه فيسأل فيقول أنني سأقف بين يدي الله، أنا ذاهب لأقف بين يدي الله في الصلاة، فيتغير وجهه. الآن لو أحد يذهب إلى مسؤول ولله المثل الأعلى تجد يتهيب ويستعد في الملابس ويقابل أحد المسؤولين أو بيقابل، ولذلك تجده حتى الكلام الذي سيقوله يختار العبارات الجميلة واللطيفة ويختار اللباس الجميل حتى يكون في المظهر الطيب. أنت الآن تقابل ملك الملوك، تقابل الجبار سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين، الذي خلق السماوات، خلقك بيده كل شيء. فلذلك إذا رحت صلاة التراويح أو صلاة الفجر أو الفريضة لابد أن تتهيأ لها وأن تعلم أنك تقف بين يدي أرحم الراحمين. نحن كلنا ذنوب ومعاصي وأخطاء، ولكن فرصة أن الله أمد في أجالنا وأعمالنا إلى أن أدركنا هذا الشهر العظيم. والله خلنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله،
لله الحمد من قبل ومن بعد أن بلغنا رمضان. كم نعرف من الأقارب ومن الأصدقاء صاموا معنا رمضان الماضي ولم يدركوا هذا الشهر العظيم ولم يدركوا هذه النفحات من الله سبحانه وتعالى. فنحن نحرص أن لا تكون العبادات عادات، لا تكون العبادات عادات، أو أن تكون شيء حمل مجرد أني اسم أني صليت التراويح أو أني أديت عمرة أو أني صمت رمضان. إذا لم تورث العبادة التقوى فليس ما أدت الغرض منها، سواء الصلاة أو العمرة أو قراءة القرآن أو التدبر. لابد أن تورث التقوى في نفس الإنسان، لابد أن تورثك الخشية، وهذا لا يحصل إلا بتدبر ما يقرأ وما يتلى من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، من جوانب التقوى شيخنا الكريم أن تؤدى العبادة بنفس طيبة. يعني والله كثير من الناس الله يعين، رمضان بالصيف، رمضان حر، بقي على رمضان أكثر من أسبوعين، إيش نبي نعمل، والله الأجواء حارة، الإمام هذا يطول وكذا. يعني البشر لو تؤدي له خدمة بنفس سيئة لربما ردها عليك، فما بالك وأن تؤدي هذه العبادة والله غني عنك، الله غني عن عباداتنا. يعني الآن لا بد أن نؤديها بنفس طيبة ونسأل الله عز وجل القبول. يا أخي الكريم، هي أيام معدودات كما ذكر الله سبحانه وتعالى، أيام قلائل. والله إن الآن يعلن رؤية الهلال ثم يقول كل عام أنتم بخير العيد غدا. أيام بسيطة وسريعة وتمضي سريعة لا يشعر بها الإنسان السعيد من استغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. اليوم الخامس، اليوم الخامس، وكأن يعني ما سدس الشهر وينتهي، وتنتهي العشر الأول وتنتهي العشر الوسطى وتنتهي العشر الأواخر، ويبقى من وفق الله سبحانه وتعالى أنه استغلها وتعرض إلى نفحات الله، والمحروم والله من حرم هذا الشهر. نعم شيخ الكريم، هل هناك يعني أمور يمكن أن يأخذ بها العبد المسلم حتى يعزز جوانب التقوى لديه في رمضان وتستمر معه إن شاء الله بقية شهر السنة؟ أول ما يعزز جانب التقوى عند الإنسان هو توحيد الله سبحانه وتعالى وارتباطه بالخالق بالواحد الأحد، لأنه إذا امتثل الأوامر فهو يمتثل لله سبحانه وتعالى. فإذا ارتبط الإنسان بخالقه، وهذا الجانب يا أخي الكريم لابد أن يعزز في نفوس الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى الصحابة لما أتى إلى الدعوة في مكة، دعا 13 سنة إلى توحيد الله، لم يأمرهم بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا جهاد، 13 سنة يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى ترسيخ العقيدة في نفوس الناس. فمتى رسخت العقيدة في نفوس الناس وعلموا أنهم يعبدون الواحد الأحد، تحقق في نفوسهم توحيد الربوبية بأن يعلموا أن الله هو الخالق الرازق الرزاق المعطي المانع، بيده ملكوت السماوات والأرض، هو النافع هو الضار، ما يحصل شيء في الكون إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى. ثم تحقق توحيد الربوبية في نفوس الناس، ثم تحقق بعد ذلك إذا تقرر هذا في النفوس تحقق توحيد الألوهية بأن يصرف العبادة لله، فلا يصرف الزكاة ولا الصيام ولا القيام ولا قراءة القرآن إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا تقرر هذا في نفسه فيعلم أن لله أسماء وصفات لا ينبغي أن تكون لله، فيدعو الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيتعبد إلى الله بأسمائه الحسنى ويدعو الله بأسمائه الحسنى. التوحيد إذا تقرر في نفوس الناس تحققت التقوى المنشودة في نفوس الناس، ولذلك يستمر التوحيد معك بعد رمضان وقبل رمضان وأثناء رمضان، لأنه إذا صام رمضان فهو يعلم أن هذا فريضة فرضها عليه الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ثم يرجو الثواب ممن؟ من الله، لا يرجو من الناس. ثم إذا قام في صلاة التراويح فهو يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك ارتباط الناس بخالقهم، ارتباط الناس بالله سبحانه وتعالى، وهي دعوة الأنبياء ودعوة المصلحين، يربطون الناس بالله. إذا ارتبط الناس بالتوحيد، ارتبطوا الناس بالخالق، ارتبطوا الناس بالله سبحانه وتعالى، فإنها تسهل عليهم العبادات، يودونها بروح طيبة، لأنه يريد رضا الله، لأنه يعلم أن الذي يصلي له ويصوم له ويتعبد له سبحانه هو الذي بيده الخير والذي بيده النفع، لا ينفعون الناس ولا يضرون إلا بإرادة الله وبقدر الله وبتدبير الله لهذا الكون كله سبحانه. فإذا ارتبط الإنسان بخالقه وصحت عقيدته فإن هذا يورث عنده التقوى في رمضان وبعد رمضان. نعم الشيخ ناطب، ما هي الأشياء أو الجوارح التي تنافي معنى التقوى لدى المسلم خصوصا في شهر رمضان المبارك؟
رمضان إذا صام الإنسان ليس المقصد كما ذكرنا أن يصوم عن الطعام وعن الشراب. إذا صام العبد لابد أن تصوم الجوارح، فيصوم اللسان عن الغيبة وعن النميمة وعن ذكر الناس بما يكرهون، لابد أن تصوم العين عن النظر إلى ما لا يرضي الله، لابد أن تصوم الأذن عما لا يرضي الله، جميع الجوارح لابد أن تصوم. ليس المقصد أن تترك الطعام والشراب وأنت تخوض في أعراض المسلمين أو تغتاب هذا أو تنم على هذا أو تسمع ما لا يليق أو ترى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك الصيام لابد أن تصوم الجوارح، يصوم السمع، يصوم البصر، يصوم الفؤاد، يصوم القلب. كيف يصوم القلب؟ يصوم القلب، نعم، هذه جديدة. جديدة نعم. يصوم القلب أن لا ينشغل إلا بالله، لأن في رمضان قد يقعد يبقى القلب يتذكر الأمور وينشغل ببغض الناس وينشغل بالتدبير لفلان والانتقام من فلان، فهما صام. لذلك القلب، صيام القلب أن يفرغ من هذه الأحقاد والحسد والضغائن، ثم يملى بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتلذذ بكلام الله وكلام رسوله. هذه عبادة القلوب، ذلك من أعظم العبادات عبادة القلب. الله أكبر، جميل. شيخنا، أيضا من الأمور المنافية لحقيقة التقوى قضية قول الزور، الكذب، غي الغيبة، النميمة، أفات اللسان بشكل عام، حصائد اللسان، لو تكلمنا عن هذا الشيخ. حديث معاذ رضي الله عنه: وليكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حصائد الألسن هي، يا أخي العظيم، يا أخي الكريم، هي من أعظم الأمور التي ينبغي علينا في رمضان وفي غير رمضان. الله. لأنها هي المهلكة في الحقيقة. أحيانا الإنسان قد يكون فيه من الصلاح والقيام بالفرائض والقيام بالعبادات، لكن ينقض كل هذا بآفة اللسان وبحصائد الألسن من الغيبة والنميمة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أهم ما يصوم عنه الإنسان عن قول الزور، هذا أعظم الصيام، أن تصوم عن الغيبة، أن تصوم عن النميمة، أن تصوم عن قول الزور، أن تصوم عن ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا صامت الجوارح اكتمل الصيام، اكتمل الصيام الإنسان بصيام جوارحه عن الزور وعن قول الزور. واللسان كما جاء في حديث معاذ وغيره أنه من المهلكات للإنسان، وقد يغفل بعض الناس ذلك. الغيبة الآن يا أخي الكريم، وأنا أوصي نفسي وإياكم ومن يسمعنا ومن يشاهدنا الآن، أن يتدربوا في شهر التقوى وشهر رمضان على الإمساك عن غيبة الناس. وأنا أذكر تجربة بسيطة ولعل المشاهد الكريم يستفيد منها. نعم. في العائلة عندنا اتفقنا في يوم من الأيام، جزء من عائلتنا، أن كل من تكلم في أحد أن يرفع ويقال غيبة، وقف. نقطة نظام. نقطة نظام. إيه ماشي. فأخذوا عليها فترة، وفي الحقيقة نسنها أحد الأقارب جزاه الله خير، ابن العم، وكانت في الحقيقة نريد أن تكون سنة. فقال: إذا تكلم أحد في المجلس فالجميع يقول له وقف، غيبة، ذكر فلان، ذكرت فلانة، ذكر، لا، وقف. هنا نقطة نظام. لو ندرب أنفسنا عليها في رمضان، نقول تعال الآن ما أكثر حديث المجالس وما أكثر الغيبة والنميمة في الأقارب، مجرد أن يفطر استلم العالم، والأقربون أولى بالمعروف، بدأ بالأقارب، فلان فيه أخوه ابن عمه. بالفعل يا شيخ، نعم، الأقربون أولى بالمعروف حقيقة. نعم. لأنك أنت تعطيه حسناتك، تعطيه حسناتك. إيه نعم. هو المستفيد. إيه والله. لكن اللي صايم طول اليوم ثم يبدأ يبدد حسناته بعد الإفطار، إما بنظر إلى حرام أو بغيبة أو بنميمة أو بقول الزور، هذا نسأل الله العافية لم يستفيد من صيامه. والله قمة الحرمان. فنحذر نفسي وإياكم أيها الأخوة أن نحافظ على الصيام، وأن ندرب أنفسنا في شهر رمضان أن نقف عن الغيبة. الغيبة أهلكت الحسنات، أكلت حسنات الناس. يأتي الإنسان بأعمال، وذلك جاء في الحديث يوم القيامة، يأتي بأعمال كالجبال، ويأتي وقد شتم هذا وأخذ من مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويبدد حسناته على الناس. ولذلك هذا من الحرمان العظيم، ومما يحقق التقوى، وهو موضوعنا في هذه الحلقة،
أن ندرب أنفسنا ألا نعطي حسناتنا الآخرين. صحيح يا شيخ. البعض ربما يقع عليه مظلمة ثم يبدأ يتكلم بهذا الذي ظلمه في المجالس ويغتابه وكذا، ثم بعد ذلك يصبح الرصيد بالسالب. الله المستعان. يصبح هذا المظلوم يصبح ظالما. نعم. لأنه استوفى وزاد بغيبة الطرف الآخر. الله سبحانه. الأمر يعني نعم. يعني حقيقة عظيم جدا. يجب الله أن نتحمل. تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وإذا ظلم متى يتكلم؟ نعم. عند الحاكم أو في عند القاضي. عند القاضي. يعني أن يحكم له ويذكر ولي الأمر بشكل عند ولي الأمر بشكل عام أن يتظلم ويذكر أن فلان ظلمه. لكن ما الذي أحل لك عرضه في المجالس؟ صحيح. حتى وإن ظلمك في قنوات تستطيع فيه قنوات تصل بها إلى حقك عند القاضي في المحكمة عند ولي الأمر عند من المختص في هذا المكان. لكن أن تتجاوز وتظلم هذا من قول الزور ومن الظلم، أن تسب في كل مجلس حتى لو ما أخذت حقك، حقك محفوظ. لا، والبعض يتجاوز يا شيخ. نعم. يظلم في أرض ثم يبدأ هو يتكلم في عرضه وفيه ويتجاوز الموضوع الخصومة ويفجر في الخصومة، ثم يذكر عنها أشياء ليست بحقيقة، ثم يفتري عليه افتراءات، ثم يسيء سمعته في المجالس. وهذا كله من الظلم ومن الافتراء ومن قول الزور الذي نهى عنه الشارع. يا شيخ، أيضا من يعني المظاهر السلبية الاجتماعية التي أنا رصدتها سواء في قنوات التواصل حتى في مجالسنا وأسواقنا، أن البعض يقول بس خلني أفطر وأوريك بفلان، واللي خليني أفطر وأبردها لك مضبوط. الله المستعان. يعني وين معاني التقوى؟ وين معاني مدرسة التقوى التي يتطلبها الشارع منا أن نحققها في هذا الركن العظيم؟ ولذلك إذا الصيام ما أورث الإنسان هذه التقوى فليراجع حساباته. الآن لنا 5 أيام ولا لا؟ خصمنا 5 أيام. أخي، رب الصيام هو ربك بعد الإفطار يعني نفسه. نعم، بعد ما يفطر الإنسان يراجع حساباته. جميل. هل أنا صمت الآن 5 أيام من رمضان؟ نعم. هل بعد هذه 5 أيام لاحظت في نفسي تغير؟ هل أمسكت عن أعراض المسلمين؟ هل تركت الغيبة؟ هل تركت النميمة؟ هل شعرت بحبي للقرآن؟ هل شعرت بتدبر القرآن؟ إذا لم تشعر بهذا الإحساس فراجع حساباتك من جديد. فأنت ما زلت في مرحلة الخطر. ما زلت في مرحلة الخطر إذا لم يورثك الصيام تقوى لله، إذا لم يورثك الصيام ترك أعراض المسلمين، إذا لم يورثك الصيام الخوف من الله سبحانه وتعالى. أنت خفت من الله فتركت الطعام والشراب، مع أنك تقدر تنزوي مع أنك تقدر تنزوي وتأكل وتشرب. الآن خف من الله واترك عرض المسلم، خف من الله سبحانه وتعالى وترك النظر إلى ما حرم الله. وترى الغيبة محرمة قبل دخول شهر رمضان المبارك على مدار العام. الغيبة في رمضان وفي غير رمضان. يعني ما الذي أحلها لك بعد الفطور؟ صحيح. ما الذي أحلها لك بعد إفطارك في رمضان؟ هي غيبة محرمة بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما نهى عن الغيبة وشبهها بأكل الجيفة أو بأكل الميتة، ثم ذكر الأوصاف الشنيعة في من يغتاب، كل هذه النصوص لابد أن نتدبرها ونقف عندها، ويكون شهر رمضان هو الانطلاقة في أن نربي أنفسنا على ترك هذه الآفة وهذه المعصية. طرحكم الجميل والسلس شيخنا الكريم يحفزنا إلى أن نطرح المزيد من المحاور في هذه الحلقة المباركة رمضان مدرسة التقوى، وكذلك الموضوع حقيقة في غاية الأهمية. يعني الرسالة لهؤلاء الذين يقطعون أرحامهم من أجل خلافات سواء كانت يسيرة أو غير يسيرة، يعني نريد أن توجه لهم رسالة كذلك في ضرورة تقوى الله عز وجل وأن يصلوا ما أمر الله به أن يوصل. الله سبحانه وتعالى قال: هل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قرن الفساد في الأرض قرن الفساد في الأرض بقطيعة الرحم. ثم ماذا كان الجزاء؟ أولئك الذين لعنهم الله. فكان عقاب قطيعة الرحم والإفساد اللعن، واللعن هو الإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والله يا أخي الكريم ويا أخي المشاهد الحبيب، والله إن الدنيا كلها ما تسوى أن تقطع رحمك أو أن تقطع من أمرك الله بصلته من أخ أو أخت أو عم أو خال من أجل عرض من الدنيا قليل. ذهبت الدنيا وذهبوا ملاك الدنيا وذهبت الأموال وذهبوا من عرفنا من الأسلاف.
وسنذهب نحن وسنغادر هذه الحياة وستذهب الأموال وستذهب الممتلكات، ويبقى أنك إما أن تتعرض لعقوبة الله باللعن من قطيعة الرحم، أو أن تعرض نفسك لما هو أعظم من ذلك بالعقوبة في الدنيا والآخرة. قطيعة الرحم للأسف الشديد، نحن أصبحنا في عصر الماديات، وأصبح الناس يقيمون الأمور على المادة وماذا سيكسب من فلان، وأصبح لا يبالي أن يقطع الرحم من أجل المادة، وهذا من طغيان الماديات على حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان في قلب الإنسان وحقيقة التقوى في الحقيقة وحقيقة الدنيا وحقيقة الدنيا التافهة التي لا تسوى عند الله جناح بعوضة. الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأتيه الأعرابي ولديه الغنائم يعطيه الوادي من الغنم ومن الإبل، فكان يقول أتينا من يعطي من لا يخشى الفقر، لأن النبي عرف معنى الدنيا، كان يعطي كل ما عنده يعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس البردة وكانت وأعجبته ثم أتاه الأعرابي وخلعه وأعطاه. الصحابة رضي الله عنهم لما أتوا المهاجرين إلى المدينة ماذا عمل الأنصار؟ قاسموهم في المال وفي حتى في الزوجات، حتى طلب بعضهم طلق قال اختر من زوجاتي وطلقها ثم تتزوجها، واختر من مالي أقاسمك إياه، لأنهم عرفوا حقيقة الدنيا. لا يا أخي الكريم، أن تغلب علينا الماديات في هذا الزمن ويقطع الإنسان رحمه من أجل عرض من الدنيا قليل، والله ما تسوى عليه. الدنيا فانية وما كل من عليها فان، وسنرحل. ولذلك رمضان شهر التقوى هو فرصة لمن كان بينه وبين أقاربه وبينه وبين أرحامه خلافات، أن هذه التقوى إذا لامست شغاف القلب ثم تدبر كلام الله ثم صلى التراويح ثم صام رمضان ثم أورثت هذه التقوى، أن يتذكر أن الله أمره بصلة الرحم، يتذكر أن الله أمره بصلة الرحم، وأن الله أوجب على قطيعة الرحم العقوبة العظيمة فيصل الرحم. بادر بالاتصال على أقاربك، بادر بالاتصال على من قطعته من أجل الدنيا التافهة، اتصل على قريبك، سلم عليه، زره في بيته. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذه فرصة رمضان لتنقية القلوب. لذلك إذا صفى القلب وتحققت التقوى فينبغي علينا أن نبادر بتصفية النفوس والإصلاح، أيضا حتى من لم يكن بينه وبين أرحامه ويرى أناس بينهم وبين أرحامهم لا بد أن يسارع بالإصلاح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ولا بد أن يفعل ذلك ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت يا أخي الكريم من بين جيرانك أخ وأخوه أو جار وجارة أو صديق وصديقة بينهم شحناء بينهم بغضاء، ادخل بينهم بالصلح، ذكرهم بالله، ذكرهم بهذا الشهر العظيم شهر الرحمة. قل يا أخي أن الله سبحانه وتعالى ترفع الأعمال إلا أعمال المتشاحنين بينهم بغضاء، لا ترفع أعمالك، أنت أعمالك موقوفة. اتق الله، تصلي وتصوم وتتعب وتقوم الليل ثم يوقف عملك بسبب قطيعة الرحم أو بسبب الشحناء التي تحملها على عباد الله. لو ذهب أحدهم مثلا لإكمال معاملة في دائرة حكومية ونقصت ورقة لوجدت يبذل جهود كبيرة جدا لاستكمالها. صحيح، لكن هذه أعمالك أعظم من أمور الدنيا، وهل أعظم من أن تكمل أعمالك؟ لأن يا أخي إحنا في على سفر. صحيح. والله لن نخلد في هذه الدنيا، ولن نخلد في هذه البيوت وفي هذه الأموال، سنرحل، هي متاع زائل. من وفقه الله أن يحسن فيها ويسخرها لعبادة الله ولتقوى الله ويخاف الله فيها، سواء فيما أوكل فيه من عمل أو ما أعطاها الله من مال أو ما استرعاه الله من أبناء، كلها يستخدمها لأن يصل بها إلى الغاية الكبرى وهي إرضاء الله سبحانه وتعالى. ادفع بالتي هي أحسن، لا شك. يعني أحد فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس، أكمل الناس الكمال البشري في الخلق، كم أذوه قومه، كم أذوه، أخرجوه من مكة وهي أحب الديار إليه، أخرج من ماله، أوذي في نفسه، كسرت رباعيته، أدمي جبينه صلوات الله وسلامه عليه، ما تركوا عليه من الأذى شيء، ووضع سلال الجزورة عليه، ثم أوذي في عرضه،
أوذي في ماله وهو خير الخلق, وهو خير الخلق صلوات الله وسلامه. لما أتى إلى في فتح مكة ماذا قال بعد كل ما سوى فيه؟ وش قال؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أخ كريم وابن أخي كريم صلوات الله وسلامه. شوف شهادتهم عنه كذلك, أخ كريم وابن أخي كريم, لكنه عفى, عفى عن كل من ظلمه. والحديث لا أقصد يا شيخ, تأمل بالصورة الذهنية التي يحملها هؤلاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. قال ماذا ما تظنوني أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. شوف ما شاء الله الخلق العظيم كيف يشكل الصورة المشرقة المضيئة الجميلة في أذهان هؤلاء. ولذلك ما يعكر صفو الحياة إلا الشحناء في القلوب. الله. وتعرفون كلكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم, حديث عبد الله بن عمرو, لما أتى رجل إلى المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل عليهم رجل لا يعرفونه, ثم اليوم الثاني من عامة الناس, ومن عامة الناس, واليوم الثالث دخل نفس الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. الشهادة نبوية, الشهادة نبوية. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال من أهل الجنة يعني من أهل الجنة, لا ينطق, ما ينطق عن الهوى صلوات الله, الله وسلامه عليه. فتبعه عبد الله بن عمرو وبات عنده ليالي, وقال أن حصل بيني وبين والدي ملاحاة وأريد أن أبيت عندك بعض الليالي, يريد يشوف شو العمل اللي دخل الجنة, هل هو يقوم الليل كامل, هل هو يصوم الدهر, هل هو كثير الصدقات. فبات عنده ليالي يريد فقط أن يكتشف الأمر الذي بسببه دخل الجنة هذا الرجل. يقول فوجدته يصلي كما يصلي الناس ويقوم من الليل مثل ما يقوم الناس, ما عنده زيادة في العبادة, ما عنده زيادة قيام ليل ولا زيادة صيام. يقول فلما انتهت الأيام الذي قضاها عبد الله بن عمرو رضي الله عنه 3 أيام أو كما جاء في الحديث, قال والله ليس بيني وبين والدي شيء, وإنما دخلت علينا 3 مرات إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة, فما هو العمل الذي أدخلك الجنة؟ قال والله ليس عندي إلا ما رأيت, إلا, وانتبهوا أيها الإخوة المشاهدين, إلا هي السر, إلا هذه السر, إلا أنني إذا وضعت رأسي على وسادتي لا أجد في نفسي شيء على أحد من المسلمين. الله أكبر. تصفية, خلاص تصفية. أريد أن تنام, بعض الناس الآن يفكر كيف ينتقم من فلان وكيف يعاقب فلان ويفكر في فلان, وتجده عاش الحياة كلها نكد. صحيح. ولذلك لو تركت هذه الأمور وصفيت النفس ولم تحمل الشحناء والبغضاء على الناس, والله إنك تعيش في راحة وفي اطمئنان وتستمتع حتى بعبادتك, وهي من مظاهر التقوى, وهي لا شك أنها من مظاهر التقوى التي نريد أن نحققها في رمضان. وقصة مصطح مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه, لا شك, نعم, يعني الناس والله الآن تجد عليهم أخطاء يسيرة, الآن هذا قذف بعرضه, مصطح لما قذف واتهم عائشة وكان من الذين من في حادثة الإفك, نعم, وأراد أبو بكر أن يوقف عنه ما كان يعطيه من العطايا, قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يحسن الله إليك, فماذا عفى عنه؟ هي جاءت آية كريمة, ألا تحبون أن يعفو وصف, نعم, ألا تحبون أن يعفو, أن يعفو الله, ألا تحبون أن, نعم, أن يعفو الله, ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أبو بكر آثر الغفران من الله سبحانه وتعالى, فأرجع ما كان يصرف على مصطح وما كان يعطيه من النفقة, رغم أنه يعني لو هذه الجريمة حصلت في هذا الوقت أن أحد قذف في عرضك يمكن ما يمكن يحصل بسببها من الأمور ما الله به عليم, قد تراق الدماء, قد تراق الدماء فيها, ولكن أبو بكر أعاد عليه النفقة. الله أكبر. وهذا يعني حقيقة لا يستغرب من خريجي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم, وهو أيضا صاحب الصديق رضي الله عنه وأرضاه, وله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة جدا, نسأل الله عز وجل أن نتشرف برؤيته في الجنة, اللهم رضي الله عنه وأرضاه, فمكانته عظيمة جدا في ديننا. السلام عليكم. نعم شيخنا, لو ختمنا بالأمور المنافية للتقوى, يعني ما هي الأشياء التي تخدش هذه المعنى وهذا المعنى العظيم في قلب المؤمن؟ من أعظم ما يخدش التقوى في قلب المؤمن هو البعد عن الله سبحانه وتعالى, لأن الإنسان إذا استولت عليه الغفلة والبعد عن الله فإن هذا مما يورث عدم التقوى لله سبحانه. مجرد أن تستشعر أن الله مطلع, أن الله يراك, أن الله يسمعك, أن الله افترض عليك هذه العبادات, كل هذه الأمور تورثك التقوى في النفس. لكن بمجرد أن يبتعد الإنسان عن الله ويبتعد عن عبادة الله ويكون في وحشة, لأن البعد عن الله يا أخي يورث الوحشة في القلوب,
والله إن الإنسان لما يفقد العبادة أو يقصر في جنب الله أو يقصر في صلاته أو في صيامه، وهذا لا أشك أن الجميع يوافقني أنه يجد بوحشة في نفسه وفي قلبه، وهذه مما تخدش التقوى عنده، لأنه ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، لأنه قطع صلته بخالقه. لذلك تجد الإنسان اللي يتأخر أو يأتي عليه فترة وهو مقصر في صلاته، حتى وإن تظاهر بالسعادة، حتى وإن كان غني، حتى وإن تظاهر أنه في أحسن الأحوال، والله إن في قلبه وحشة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الوحشة وهذه الظلمة وهذا الألم الذي يجده في القلب لا يعالجه إلا القرب من الله سبحانه وتعالى، والتودد إلى الله، والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، والتعرض لنفحات الله. الله سبحانه وتعالى له نفحات، نفحة من نفحات الله يصلح بها دينك ودنياك وآخرتك، تسعدك في الدين والدنيا والآخرة. لذلك لابد أن نتعرض للنفحات، خاصة في هذا الشهر العظيم. هذا الشهر لله عتقاء كل ليل، لله فيه نفحات، يغفر لك ما تقدم من ذنبك، فرصة فرصة لا المحروم من حرم فيها. جميل، وهي فرصة كذلك أن نختم الحلقة لانتهاء وقتها شيخنا الكريم. بارك الله. إذن كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء مشاهدينا الكرام لضيفنا الكريم في هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، وهو مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الجمال والبهاء. الشكر موصول لأخي وزميلي في الإعداد تركي مجرشي، ولمخرجنا القدير فهد الحميدي، وكافة الزملاء طاقم البرنامج. وشكر ودعاء كذلك لأحبابنا في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تعاونهم الكبير والمثمر في إقامة الركن الرابع عبر فضاء الإخبارية. نلقاكم إن شاء الله في عصر الغد ودرس إيماني عظيم من هذه المدرسة الإلهية الكبيرة والعظيمة، وهي مدرسة شهر رمضان المبارك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى العمل الصالح في هذا الشهر الكريم، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بخير وصحة وعافية. ولا ننسى في لحظة الإفطار أن نرفع كف الضراعة إلى الله عز وجل بأن ينصر أحبتنا وإخوتنا من أبناء القوات المسلحة السعودية على امتداد شريطنا الحدودي، ونعيدهم إلينا سالمين غانمين منصورين. ألقاكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.